يا رجاله، والله فرحان من قلبي ليكم. ما جيتكوش بحاجه عفشه واصل. ربنا يخليك يا كبير، عقبالك كده ان شاء الله. عموما لو عوزت اي حاجه ابعت لي سحزلقوم، واحنا لو فاضيين هنبقى نادي. إيه؟ يلا يا جماعه ارجوكم، انا اتاخرت جدا، اصل النهارده جات لي مسج من مجدي بيقول لي انقذني الحقني. يعني مجدي مين ده؟ يعني يكون مجدي الجلاد؟ مجدي يعقوب من اسوان. ما يمكن يطلع مجدي الجلاد عادي، يعني عامل حلقه عن المحتلين النصابين اللي عم ينتحلوا مهن تانية. ما احنا لازم نفهم. لا هو مجدي يعقوب، اهدى شويه. عارف انت لو قعدتي معاك نهوت تسببت في ان نقابه الممثلين، سوري، نقابه التشكيلي هجرس. انا نقابه ايه؟ نقابه الاطباء. نقابه الاطباء شطبتني، انا بحملك المسؤوليه كامله. هتوحشني يا كبير، هتوحشني، بس من كل قلبي بقول لك اتمنى لك تنجح في الهروب وهتهرب. بس يا بس هتهرب. وضحناك يخرب بيتك. هتهرب ايه يا رجاله؟ انتوا طلعتوا الرجاله الصح، واني فرحان بيكم، وجميلكم ده عمري ما هنساه واصل. وان شاء الله ان شاء الله اول ما اطلع من هنا هرد ليكم. اول ما ايه؟ اطلع من هنا. امك قابلني عشان ابليس هناك. لا يا بعزه يا اخي، هو انت فعلا ممكن تطلع، بس عارف هتطلع ازاي؟ هتفضل تخس 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 لغايه ما تخرج من ايه؟ اقول لك انت هتهرب لما تحفر نفق في السماء ونبعتوا لك الهليكوبتر تاخدك من هنا. لا لا لا، انت خابر هتخرج ميتة يا كبير؟ يوم الثلاث الساعة 2. ايه ده؟ ايه ده اللي فيه الواقع ده؟ الواد بيقول ايه؟ كان بيحاول يضحك. اسمع ياد، اوعاك ياد تقول افيهات واقعه تاني، فاهم؟ ليه؟ هقول. إيه؟ انت بترد عليه وتقول لي هقول؟ كانها سابت. لا هي سابت. اسمعني زين ياد انت وهو، لما تطلعوا من هنا كل واحد فيكم يلزم داره يحضر لي حاله تمام، عشان قسما عظما اول ما اطلع من هنا أحلام البسطاء. أنت لسه بتهري تاني في موضوع إنك هتطلع؟ حد معاه موز يا جماعة نرمهوله بس تاكله. أنا ممكن يا جماعة نتصور دلوقتي سيلفي مع الكبير وهو وراه الكبار. يا اشرف، عمري ما عبيت من حد وكنت مغلول كيف النهارده. تعرف يا اشرف، انت الوحيد اللي طلعت اصيل، انت الوحيد اللي ما هملتنيش وقررت تقعد معاي. وانت دلوقتي الساعه تقوم بلغ عني تاني عشان خاطر ما تقعدش لحالك. خلاص يا اشرف عاد ما تفضحناش. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقش يا اشرف، انا عندي حد دي الخطه. اشرف اشرف